كمان بيتزين المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بعدد من ألوان مختلفة للثقافة والعلم والفن، يحكي التاريخ، يكتب الحاضر، يعمل من أجل المستقبل. تعالوا نشوف جولة كده جوه المركز في تقرير بيتكلم عن الأماكن اللي ليها دور مهم في توثيق ما يحتويه المركز من علم ومن تاريخ، في تقرير من إعداد مارينا وجيه وإخراج بيتر نبيل. منارة للثقافة والإبداع ووجهة كل من يحتاج إليه طالباً المعرفة، إنه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقلبه النابض بالأقسام المعرفية، ومنها مكتبة ماري مرقس العامة، إحدى منارات الثقافة التي يتزين بها المركز. تأسست بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في 26 من يناير عام 2010، وأهداها قداسته مكتبته الإسلامية الخاصة به، وبها كتب لتفسير القرآن لعلماء وأئمة قدماء، وكتب فقه وتشريع، وعدد ضخم من القواميس في شتى مجالات العلوم الإسلامية. وأكمل قداسة البابا تودروس الثاني مسيرة البابا شنودة الثالث في تطوير المكتبة، وقام بافتتاح قسم التعليم الإلكتروني أونلاين والمكتبة الإلكترونية، وتوجد بها أجهزة قارئة لمجموعة المايكروفيلم والمايكروفيش وشرائح الأفلام، وهذه المجموعة تضم العديد من المخطوطات. هذه المكتبة لها طابع مختلف، فهي تضم عدداً لا حصر له من علوم الحياة وقواميس للغات القديمة والحديثة بما فيها من كتب لعلم المصريات، وبالتأكيد القسم الأساسي للمكتبة وهو القسم الكنسي. تفتح المكتبة أبوابها أمام الجمهور من قراء وباحثين وكل طالب علم من جميع الجامعات والكليات الإكليريكية المصرية طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً إلى 9 مساءً. وجانب آخر من زينة هذا المركز وهو المتحف البطريركي والبانوراما القبطية، افتتحه قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 16 من مارس عام 2013 في الذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. المتحف يلقي الضوء على أهم الأحداث في تاريخ الكنيسة القبطية، وبه مقتنيات الآباء البطارقة السابقين والعديد من الشخصيات التي ساهمت في الحفاظ على الهوية القبطية. يضم 3 قاعات كبيرة أكبرها مخصصة لعرض المقتنيات الخاصة بالشخصيات البارزة في العصر الحديث، مثل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث وقداسة البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس. كما يضم الكراسي البابوية التي جلس عليها باباوات الكنيسة بدءاً من البابا يؤنس 19 وإلى البابا شنودة الثالث، والكرسي المعروف بكرسي نياحة البابا شنودة. وقد أهدى الفنان أشرف رؤوف للمتحف تماثيل لقداسة البابا شنودة الثالث والبابا كيرلس السادس وللراهب القمص فانوس الأنبا بولا. التماثيل مصنوعة بتقنية الواقع الافتراضي، عندما تراه تشعر أنك أمام أشخاص حقيقية من لحم ودم. وأيضاً يوجد به بورتريه مجسم لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. والقاعة الثانية مخصصة لإقامة المعارض الثقافية والفنية والدينية، ومن تلك المعارض أتوليه لرسم الأيقونات القبطية وإقامة الدورات التدريبية لتعليم فن رسم الأيقونة لتخريج جيل يستطيع رسم وفهم الرموز الروحية في الأيقونات لحفظ تراثنا القبطي الثمين، ومعرض المنحوتات الخشبية، ومعرض الفنان العالمي موريسيو مالدوليزي، والمعرض الفني للصم وضعاف السمع، ومعرض لوحات الفنان عماد الفايد. ويستطيع المتحف أن يأخذك في جولة سمائية لتعيش لحظات في أحضان شهداء القرن العشرين بوجودك في مزار ضخم لهم يحتوي على بانوراما مصورة
لأحداث استشهاد شهداء مصر في ليبيا وأحداث تفجير الكنيسة البطرسية، وبه مقتنيات شهداء نجع حمادي وشهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية وشهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وشهداء كنيسة ماري جرجس أبي نجا بطنطا وشهداء كنيسة أبي سفين بإمبابة. كما يضم المزار مقتنيات للأباء الكهنة شهداء العريش، وهما القس مينا عبود والقس رفائيل موسى. أما بالنسبة لقاعة المخطوطات فهي تضم عدداً من المخطوطات الأصلية التي ترجع إلى القرن الحادي عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلادي، وبها بعض من أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وعظات وتأملات لبعض الآباء الأولين. العلم والثقافة هما جزء لا يتجزأ من كيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأمانة العلم ثقيلة جداً لا ينهض بها إلا الأقوياء منهم، مثل كيان المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.